بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله النهاردة هتكلم في موضوع مهم جدا. هنبدأ نشوف details of installation، تفاصيل التركيب بإذن الله لكل أنظمة الكهرباء اللي موجودة عندي في أي مشروع بالتفصيل، من خلال الرسومات ومن خلال التفصيلات ومن خلال المخططات ومن خلال كتالوجات الموردين لكل أنظمة الكهرباء. دي سلسلة إن شاء الله ببدأها، هنتكلم فيها عن details of installation. details of installation اللي هي تفاصيل التركيب. هنتكلم اول سيستم عندي عن الايرثنج، انظمة التقريض، واللايتنينج اللي هي مانعة الصواعق. يبقى احنا يا شباب هنتكلم عن تفاصيل التقريض ومانعة الصواعق. يبقى انا هبدأ دلوقتي اول جزئية هتكلم عن الاير تيرمينال بيز، التفصيلة بتاع تركيب الاير تيرمينال، الجزء الخاص الجزء الخاص باللايتنينج سيستم، مانعة الصواعق. لو احنا شفنا هنا في الرسم ده الكبر كلاد ستيل رود، ده الرود او الاير تيرمينال بتاعتي اللي انا هركبها، اللي هي الخاصة بانظمة مانعة الصواعق. تاني، دي الكبر كلاد ستيل رود 12.7 مليمتر فاي، ده الفاي اللي هو القطر الخاص بهذا الاير تيرمينال. بعد كده في عندي الجزء اللي تحت ده اللي بيركب عليه الاير تيرمينال، في عندي الكبر كلاد ستيل البيز بليت، دي البيز بليت يا شباب اللي هيركب عليها الاير تيرمينال، طبعا بتركب على ستيل بليت. يبقى انا في عندي البيز بليت اللي هي المدوره دي، وفي عندي ستيل بليت تحت. وبعدين بيعدي معايا هنا تمام البير كبر كيبل اللي هو الكابل العريان بتاعنا، وهنا بنشوف ان في عندي 12.5 مليمتر بولت، دي المسامير اللي انا هربط بيها تمام، اللي هي البولتات اللي 12.7 مللي. يبقى دي الديتيلز الخاصة بالاير تيرمينال والبيز، الاير تيرمينال بيز القاعدة بتاعتي بتبقى شكلها ازاي. ده طبعا بيبقى تمام الجزء بتاع الديتيلز اوف الانستوليشن. في جزئية تانية مهمة ألا وهي الكبر ستريب كلامب والسكوير تيب بتاع الكبر ستريب. زي ما احنا شايفين ده السكوير عندي المربع بيعدي من جواه الكبر تيب ستريب. ادي الكبر تيب الستريب، ستريب اللي هو القضيب النحاسي ده تمام. وهنا في عندي باخد من السكوير كلامب او السكوير تمام تيب كلامب، او بنسميه سكوير تيب كلامب او سكوير كلامب. يبقى انا اشوف الكلامبات الخاصة باشرطة التقريض تمام، اللي هي السكوير كلامب. بعد كده في عندي سكوير كلامب ديتيل، ان انا بركب ازاي السكوير على التيب، وبوصل كمان معاهم داون كوندكتور. كان هنا في بعض الحالات عندي تمام داون كوندكتور 95 مليمتر ستراندد كبر، ده الكابل النحاس العاري الستراندد كبر 95 مليمتر، ده الفاي او ساع الفاي القطر الخاص بهذا الكابل. هنشوف هنا برضو يا شباب عندي الاير تيرمينال ماونتنج ديتيل اون البارابيت. البارابيت انا في عندي هنا الروف سلاب، بعمل هنا السيفل بيعمل لي البارابيت تمام. فوق البارابيت ادي البارابيت وول تمام، ده الحائط بتاع البارابيت. بروح مركب اير تيرمينال كبر براكت، وبركب عليها الاير تيرمينال بتاعتي او بنسميها طبعا ده التمبر بوينت كبر اير تيرمينال رد، ده الرد بتاع الاير تيرمينال 15 مليمتر ضايع اللي هو الديامتر، والطول بتاعها 50 سنتي اللي هو 500 مللي رود لينز. بشوف هنا تفاصيل الايرث بيت، والحته دي مهمه جدا يا شباب، الحته بتاعت الايرث بيت. انا في عندي هنا 2 ايرث بيت، طبعا المسافه اللي هي بتبقى ال او المسافه بين 2 ايرث بيت بتبقى من ال ل 2 ال حسب طول الايرث رود ده تمام. لو طول الايرث رود ال بيبقى من ال ل 2 ال المسافه بين كل رود والتاني. طبعا هنا انا بشوف التفاصيل، في عندي هنا ادي الرود او الايرث رود،
طبعا باخد هنا في الكلامب ده التوصيله بتاعت الكلامب، بوصل طبعا من ايرث بيت الى ايرث بيت تانية من خلال هذا الرود ومن خلال هذا الكلامب. في اللايت انسبكشن بيت اللي هو الجزئيه الخاصه بتاعت الانسبكشن بتاعي اللي انا بثبت عليها الكفر تمام ويز ليبل. طبعا الليبل بنشترط ان هو بيبقى عربي انجليزي اللي هو بيتحط على الايرث بيت. في عندي هنا الجراوند ليفل ده مستوى الارض، هنا بيوضح لي ازاي بربط من اتنين ايرث بيت بينهم وبين بعض. طبعا هنا بيبقى الربط بين الاتنين ستيل رود كوتد 20 ملي تمام، يعني 2 سنتي في 30 سنتي اللينس. اللينس بتاع الرود ده طبعا كام يا شباب؟ 3 متر. عندي في الحالة دي الرود ده 3 متر. طبعا باخد من نقطة بروح للأذر ايرسنج بيت، وهنا برضو بروح للأذر ايرسنج بيت للإيرث بيت اللي جنبه. لو أنا عايز أوصل كيبلز ببعض يبقى هستخدم هوريزونتال كيبل تو كيبل كونكشن، هستخدم الوصلة دي اللي هي كيبل تو كيبل كونكشن. الوصلة دي بنسميها وصلة كيبل تو كيبل كونكشن. طبعا ده اللي هو الكوندكتور حسب السايز بتاعي، هنا كوندكتور تاني حسب سايز مختلف، وده مين الكونكشن اللي بينهم. بعد كده لو عايز اوصل، دي حتة مهمة جدا، الكبر كيبل. كبر كيبل كابل النحاس او سلك النحاس العاري بتاعي اوصله بالسيخ تمام، الستيل رود كونكشن، لازم بستخدم الكلامب يا شباب، لازم استخدم الكلامب اللي هو الكبر كيبل تو ستيل، كبر كيبل تو ستيل رود كلامب. ده مهم جدا. طبعا ده الاستراكشرال ستيل ممبر، ده السيخ الحديد اللي انا بربط عليه. طبعا هنا مديني تفاصيل كيبل تو كيبل، شفنا كيبل تو كيبل شكل تاني الكيبل تو كيبل. في عندي الثرو كيبل تو جراوند تمام رد، ادي الرد. وفي عندي الكابل العريان انا بستخدم له حاجه كده زي حرف التي بيسموها الثرو تمام. طبعا ده في عندي هنا التي وفي عندي الثرو، بس هنا الثرو يا شباب بيتم ربط كابلين تمام. انا اهو في عندي الثرو ويلدد، بيتم هنا عمليه ويلدنج لحام جراوند. طبعا ده بتوصل بالجراوند جريد اور اللوب بيز، ده بوصله بالجراوند جريد بتاعتي او الشبكه اللي انا بتوصل بيها. في سبلايس كيبل تو جراوند رود، ده بعمل عمليه سبلايسنج لحام تمام جراوند رود مع ثيرمو ويلد لحام بتاعي. في هنا عند الجراوند التي اللي هو بيوصل بين كابل وكابل. بعد كده في جزئيه مهمه جدا اللي هي السيرفيس اكيوبمنت جراوندنج كونكشن، اللي هي الجراوندنج بتاع الاكيوبمنت المعدات يا شباب. انا بجيب عندي هنا لو انتم شايفين كده اهو الجراوند بس، الجراوند بس اهو يبقى في عدد من الفتحات، موصل احد الجراوند بس موصلها بالميتال فريم اوف بيلدينج، موصلها بالاجسام المعدنيه زي الابواب مثلا في المبنى ده لو ده موجود عندك في التندر، واخد طبعا على الجراوند رود. وفي اطراف واخدها الجراوند كوندكتور تو الميجور اكيوبمنت، معظم المكونات بتاعتي واخد لها جراوند كوندكتور طبعا. وموصل هنا المجموعه دي اللي هي الجراوند بس موصلها بالنيوترال باس، موصلها بالنيوترال باس، وموصل طبعا هنا اطراف رايح بيها للبرانش كونديوت، وموصل ده كله موصل الارضي، ادي النيوترال جاي من اللوحات موصله بالنيوترال، واخد من النيوترال على الجراوند باس. هيفضل عندي قلنا موضوع البرابت، هيفضل عندي هنا في الديتيلز لو انتوا شايفين تمام، هنا عندي الديتيلة الخاصة بالإيرث بيت، ديتيل خاصة بالإيرث بيت. هنا بعمل بلوك وورك، أعمال بلوك تمام، وبعد كده بحط لير اللي هي الرينج إيرث كوندكتور. طبعا ده بيبقى الكوندكتور بتاعي 95 ملي متر ستراندد كيبل، ده حسب شركة فيرز، ده الكابل بتاعي. في عندي هنا الداون كوندكتور اللي هو ال 95 مليمتر ستراندد كبر كوندكتور اللي هو الاثنين دول 7 و6. في هنا عندي الايرث انسبكشن بيت، ده الايرث بيت نفسه، الجسم الابيض ده ايرث بيت نفسه تمام.
في عندي هنا الايرث بار، دي مهمه جدا يا شباب، انا لازم هنا اركب ايرث بار عشان اعمل عليه عمليه التستنج. الايرث بار ده انا هنا عامله 5 هول، تمام، 5 فتحات. في عندي برضو هنا الايرث بار واصل بيه الرود زي ما انتم شايفين، موصل الايرث بار ده بالرود، وموصل هنا برضو اطراف دخل وخارج اللي هي ال 95 ملي. وبالتالي احنا هنكون كده شفنا بعض الديتيلز الخاصة بعمليات التنفيذ اللي هتفيد اي مهندس، زي مثلا تركيب تفاصيل تركيب الاير تيرمينال، زي ما شفنا ازاي بتركب القاعدة بتاعت الاير تيرمينال مع الاير تيرمينال، تركب ازاي على البرابت، شفنا الكبر ستراب تمام كلام، والسكوير كلام بتركب ازاي وتفاصيله. لو عايزين نركب كابل تمام داون كوندكتور مع الستراب والسكوير كلام، شفنا التفصيل بتاعه. لو شفنا برضو تركيبه على البرابت اللي هو الاير تيرمينال، تركب ازاي على البرابت، ازاي شفنا مع بعض الايرث بت، الايرث بت تمام بالتفصيل، وايه تفاصيل تركيبه وتوصيل الايرث بت ببعض. لو انا عايز اوصل كابل بكابل اللي احنا بنسميها كيبل تو كيبل كونكشن، بتتوصل ازاي. لو عايز اوصل سيخ حديد بالكابل بستخدم الكلامب بتاعي تمام، او اليو كلامب. بوصل هنا طبعا النيوترال، البارة بتاعت النيوترال بالبارة بتاعت الارز او بالجراوند بس، وبوصلها بالاجسام المعدنية، وبوصلها بالارز بت في المبنى حسب المتاح عندي. لو بعمل سبلايسنج كيبل او بعمل ويلدنج لحامات، في عندي شكل حرف التي، في عندي الكيبل تي كيبل كونكشنز. وبالتالي هنبقى احنا شفنا تفاصيل التأريض ومانعة الصواعق، وان شاء الله هنتكلم في محاضرات تانية عن كتالوجات خاصة بأنظمة التأريض، وهناخد كتالوجات خاصة بأنظمة مانعة الصواعق بالتفصيل، نبدأ ندرس النظام تفصيلي وبيتصمم ازاي في المحاضرات القادمة. دي تفاصيل التحميل او التركيب في الموقع اللي المفروض يبقى اي مهندس عارفها، واشوفكم في فيديوهات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.